شوف لي حل، شوف لي حل. هذا لندا ابو هاي دخله دخله. يا مرحبا ابو استاذي، يا مرحبا. هاي تفضل تفضل. يعيشك ويزيد فضلك. وانتي بنتي ربي يطيح بيك اللي يفهم كارك. ايوه اوكي بدينا. يعيشك بروفيسور. والله حطينا حسبتك كيف بابا. تسمع سي سليمان، قدك حسبتني كيبوها. انا قلبي جهل اكثر منها هي، اما زايد معلي ما يفهمش الله. التراث تراث سليمان، صار حتى انت زاده. انا نحكي لك على الحاجه الفينو الضخامه. وانت زاد يا استاذي ما وصلي على النبي وقول اللهم اني صائم. والله تو انت جبتي موضوع يا سليمان السنة رمضان تعبني. لا ظهر ظهر. تعرف اللي نحس في بدني تعب ساعة لساعة ولت تقوم في الليل باش نعمل كاشي يرجع فيا شوية الروح. استاذي من تو وليت بحرب وشتك؟ سليمان انا تعرفني متاع دويات، تنحكي لك على فيتامين سي هذا اكل يتفيق وتنشط. وزيد انت تتكيف زاده ياك هو عاد الموكب تاع النيكوتين والجوع ما ينفشلوا الزوز. الله يهديك يا سليمان، تو علاش تفكر فيا بالدخان؟ شو والعزيمه؟ العزيمه ويني؟ يا ما عزيمه يا راجل، الحكايه نتاع ممنوعات. تعرف اللي انا في الفطار ساعه لساعه نجم نقعد نهار كامل ما نتكيفش ولا نتنرفز ولا ندخل بعض. اما كي يولي ما عنديش الحق انا باش نتكيف، وقت الدخان يولي فيه العسل. ابو معناتها يولي دخان بالعسل، هذه ما عادش بيب عاد استاذي ولا تشيشه. وجيك اقوم. صباح الخير. بربي عليك تصيح الصباح. اش تحكي واش تسمع فيك؟ فيش بك طيب؟ شنو سرسد بوزيك؟ هو الكل من شخيرك قريب يطرشني وذنيا. جاب ربي اخوي سليمان هاو دبر لي اللي يسميهم بول دو كسكاس. وهذوما توا ما يسمعوش الشخير؟ اسبوعي انت الشخير متاعك يوصل ويسمع حتى لو كان نسد وذنيا بالسيليكون. وانت اش بيك راقد لتوا؟ مش قلت باش تقوم وتمشي تلوج على خدمه؟ اي اسبوعي خويا، ما اليوم صبحت كاني تعب شويه. لطف على خويا لاباس، تحب نهزك المستوصف اللي في الدوره؟ لا انا مش لازم مستوصف، لاباس. اي باهي. شنو زاد جنبك توجع فيك؟ زعما بلاش. منو؟ شي قلت بالك لو كان نرجع نرقد شويه، كان حسيت بروحي هكا مريضت ونجيك للبيرو وهزتي للطبيب. اي خير ساعد على روحك هكا وارجع ارقد فماش ما ترتاح. سامك يا سامك. اي ارجع ارقد. اسبوعي عاش خويا كي تجي خارج ما تعملش حصه. اي أني نعمل الأسبوع؟ نسيت ما حطيتش الكسكاس بتاعك. شو نعمل بيهم؟ ما دامك أنت خارج باش نرتاح من شخيرك. هاي نستاهل. أنا هو اللي نستاهل. باقي أش لازم ندخل فيها في الجمعية بتاعنا؟ يا أستاذ. أنا نرى أن حاجة باهية أو كونتراي. مرأة معانا في النادي حاجة حلوة. دايرو جو تروف كالي تري سامباتيك سيت دام. صحيح انا والاخوان الاعظام الاول كيف اللي وهقنا منها هكا الحكايه، بعد في ساعه ما استانسنا. انا سيدي ما استانستش. هاي سيدي شوف شنو اللي بعثت لي. اهو كجواب مسوقر فيه الاقتراحات نتاعها هي للنادي نتاعنا احنا. شيء طبيعي. ما هو حسب القانون الداخلي نتاع الجمعيه كل عضو عنده اقتراح يبعثوا برساله مضمونه الوصول. يا سليمان رانا مستنسين اللي عنده اقتراح من لو خيال يقول هولي لي انا وانا نتبناه ونقترحه في جلسه من جلساتنا. تي استاذ عدا امور شكليه هذه، تي ما مازالت جديده ونافحه وتحب تطبق القانون، تي تو تستانس وتتجاوز الامور الرسميه هذه كلها. لا يضر لك
تعرف شنو أول اقتراح طلعت بيه للا؟ تحب على جلسة عامة خارقة للعادة. أنا ضحكوني هالجلسات العامة الخارقة للعادة، تعنا يجعلناش نقدو الجلسات العادية. للا العذوة، تحبنا نعملوا برنامج ثقافي ونكثروا في النشاط الإنساني. تيتي ما قلش الاقتراح الثالث متاحة سيادتها. ملا خدتك منه هكا، كل تظاهرة يزمنا نشاركوا فيها الأزواج والزوجات. شنية؟ ما فهمتكش. معناها يا سي سليمان منه هكا السهريات والحفلات مع انسانه. شنو اكل مسال عاد بربي قل لي وقتاش اللي ناوي تعملها الجلسه العامه الخارقه للعاده؟ ها قلت لك نهار سبت في الليل. تري بيان تعملها الجلسه العامه الخارقه للعاده هذه وتو تعداو للتصويت. اما مظهر لي كان الخيان الاعضاء يوافقوا على المقترح نتاعها. ولا عندك الحق، المراه هذه تعمل ثعبان ماهوش نورمال بالكل. داير جو تروف كلي تري سانتيباتيك. ها ماله اليوم تطلب منها باش تجيبوا انسانه، وغدوة سيدي غدوة تنجم تقطعهم جملة وحدها السهريات هذو. الله يقطع دبرها إن شاء الله. تقطع السهريات، في سهريات هما الروح متاع نادي أحباء فرايد. أمي 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 بربي اختاني على هالفحجة من الباب للكوجينة. تي مسال شرط حروحك خليل كسبة ناشط وماكش دهش بالصيام. عليه ظهر علي حاجة والله صايم. ها شبيك الدلد الفلسين قلت لك ماكش صايم. لا هو أماني جيد سالو محمد شهر فضيل تكلم بالعربي. ايه يا ميامي على سلامتكم سافنا. تشبيك شبيك مبرقل تشبيك بربي شو مش كبرت شويه هكا وتبدلت الحل تمشيش السيدة تعمل خطبه قبلي زاد كبرت مادامها ما تعرفش طيب عندي انا ما كبرتش. اي بالحق بالحق اسمع روح احنا في صبرنا ما عندناش طفله ما تعرفش طيب. كان سليمان خارج على صبرنا مرته ما تعرفش طيب. تيكيكم على التطيب نجم تعلموا حتى في جمعة. وعلاش مش في الشهر هذا شهر الماكلة والتمخنيخ؟ بيه عطا نقول طنطن فوش يعلمني التطيب ما هو قاري الطبخ. فوجيكا فوجيكا كي نعرف طنطن اما ياسر طويلة هاكا فوشي خير. لا فوشي ولا شوشي بتخلي امك يامك اللي التطيب يعطي به المثل من البلاد لتونس وتبع تطيب رجال مليو. انا وياك اليد باليد في الكوجينة. بيه يا ميامي اما ما نحبش كل المروقات والكساكس نحب زيدها شويه كويزين فرانسيس. ما قلت الفرنسيس شيحه وبيسله هزك الكتب البيت وخلط عليها الكوجينه. لازم 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 تشويني ربي. فوشيكا فوشيكا قوم فوشيكا يبرسمو قوم راهو عامل فيا. عامل فيك علاش انت شعملتلو؟ شعندي مش نعملو هو في جورتي مش بيع شدد لي قول يا خويا جيت كيلي راش تعملك انا بريش كيل امو امو وين عرفة ان امو يا اصبعي مكرت في يومك تبوك العادة برا قول لها أخوي سليمان راهو عامل فيا وهي تونجي معاك ظالم ولا حتى ظالم ياسر. أوه يا ربي ماليش نحكي على سيدي خويا نحكي على الشيطان. شنو؟ الشيطان؟ إي إي على الشيطان الحق أنا عرفته. شنو عرفته أسبوعي؟ توا بركة كان يكتب لي في السيناريو بتاع الحلم بتاعي. وأنتي شو عملنا معاك زاد؟ حتى وكلني بالسيف. الشيطان يا اسبوعي من اللي انت في القماطه هو يوكل فيك بالسيف. يا ابني فطرني وانا صايم. وانت ما كنتش بالعكسين. ايش لازمني نعمل له؟ تعرف شو تعمل له اسبوعي؟ هو شافك شيطان وانت داخل؟ 100%.
مالا تخرج من غير ما يشلق بيه، وانا تو نحصروا لهنا بحذايا باش يكمل لي الحلم نتاعي. اما نزيفو شي كنت تقص عليا، معنى ماكش مصدقني. مصدقك ومصدقك يا سبوعي، ونصدقك اكثر لو كان تخرج وتخليني نرجع نكمل حلمتي. زايد زايد، الصعبة صعبة ونية ما فماش. الشاهي نطيبوا اليوم. يخلطوا الشاي من عشا البارحة؟ يا نانا، السلطة شدتها توا ثلاثة أيام. شربت الفريك، لحق فيها الحمص والفريك، والمقرونة يا خشمة زل فيها على مغرفتين قهوة. باهي، نعملوا عشاء ويزينا من الشربة، وأعمل طاجين في عود السلطة. العظام اللي عندي ما يكفيش. علاه ما يكفيش؟ ما هو كي العادة أصفر العظمة خلي للبريك وأعمل الطاجين بالأبيض وزيد زبالة حتى لنهار السبت كل شيء ودجاج. باهي، ملا نعملو نواصل هكا عنا تريف الحم علوش. لا هذاك الكسكسي بتاع الأحد. ملا هيا يزيدش من شهويك. هيا هكا عندكم رمضان كامل فتق فيه مواهبك. حاضر نانا، ملا اليوم باش نعمل لك شهوتك. شهوتي ما عندي ماشيه يا هنا. عجب نانا، في ساعة تنكر العشرة اللي بينك وبين الشكشوكة. يعطيك اسبوع. هذي عملت عملها؟ ما ندده بربي جاي نسل فيك ولي تضحك عليا. مين نعرف انا؟ يظهر لي مديمك مضمضت وكملت صمتك هاو. الفايدة فنية. والله نيتي صافي أنا، أما شيت عرب هو اللي قال لي هز كعبة الزلابية كولها، وأكد عليا راهو كعبة المقروزة، أما أنا حبت ولا شتيت روحي ولا راني هششتها. قل كرشك مش الشيطان. باهي باهي بركة قول لي ساعة، مازال باش ناري منقوبة، خاطر خايف أنا اللي يطلع ناري منقوبة وأنا مازلت صايم. واه، إيش مدخل هذا في هيبة؟ شو إيش مدخل هذا في هيبة؟ ما هو كانوا منقوب كمل نفطر أنا هو منقوب منقوب. إيه وكيما يقول المثل لا علقت صيام ولا طلقت، وبالطبيعة راهو النهار هذايا باش نرجعوا في الفطار. يا معناها لازم عامل عاملة، زيد تبيع وتشري. ليه؟ يا خويا يا خويا يقطع لك النهار كله هو زرت كي نمس. دلندا. بربي عايش تحط هالملف هذايا في البواد دارشيف نتاع النادي. شبيك تضحك دلندا؟ ها؟ ضحكني معاك؟ ليش يا دكتور؟ أما أسبوعي يسألني على حاجة ما عرفتش نجاوبه. وش عنده ما يسأل أسبوعي مسيكن ومخه باردون وكرشه فارغة؟ حتى شيء. حتى شيء؟ ليه دكتور؟ أما أسبوعي فطر من غير ما يقصد. حاب يعرف يكمل يصوم ولا نهاره منقوب؟ إذا نيته صافية ومش عن قصد يكمل يصوم، اما شنو نهارو منقوب. شو زاد نهارك منقوب في الخدمه؟ بعدين زاد شحمت لك انا هكا احسبني مرمضن. شنو هذا الشباب؟ شنو انت راقد؟ اها فوشيكا ما هوش بالنوم حتى القايله راه باش تلقى خدمه. لا خويا سليمان هكا انا تعرف لي بخلي لهالدرجه. هكا خويا سليمان ساعه انا قايم من الفجاري ومشيت نحرك وندور انت توا وين روعت؟ ابو والله يا نسخايلك طلعت كيما سيدي خويا الصغير. بو كي انت مالا ناقص نوم برا ارقد هاك تفاوب. نرجع نمشي نرقد. ليه يا راجل كيف نخلي خالتي فضيلة تسحقنيش في حاجة؟ خلينا نمشي نشوف نعاونها. إن شاء الله إن شاء الله سي سبوعي كيف يزيدي خالتك أكثر ياخو منك هكايا شوية نشاط وحيوية وحتى تشيش أرزانة. امبوسيبل. سبوعي خوك بدنه ما حدش نجم يرفع حتى جرام زين. شفته شفته ذاك بتي كوم سا افيكاس كوم سا وانت جرام زايد لا ها. نانا نانا تحب شي؟ واه نانا يا اخي رقدت. اش تحبني نعمل؟ قلقت وفديت من القاعده. علاش ما تمشيش تتفرج في التلفزه؟ عطا نحط لك شي باهيه تعدي بها الوقت. ما عيني في التلفزه. ونانا تيزي عاد ديما هو كل عام هكا، ديما في الايامات الاولى نتاع رمضان الكليونات شنقصوا،
أما عادك بهم رجعوا. شنو نانا؟ توحشت الحنينات؟ يلا احسب روحك في كونجي. أي قوم 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 نحط لك شين يعديوا فيها كل يوم برنامج بتاع تاتي. هاكا كي يبدا عيط لي تحب نتعلم ماكلات جديدة. أنا هي حست الكوجينة. ها؟ أكل طيب وفيها بكيلو علوش ورطل فاكهة تحب تعري لي راسي؟ جاب ربي ما عندناش كليونات والمدخول ناقص. تهنى نانا قاعدة نتعلم فيهم باش كيف ينوب عليا ربي نهار نطيبهم في داري. أيا قوم قوم ماي. سالو أماني. ماشي. ألا الله يعينك أختي فضيلة. مرحبا لدوجة. السبة في الكوجينة. سافانا. البيك. تعرف جادور سيدي رمضان. دايوغ يضعفني يعمل لي بوزيسيون ناتيوريل. عاد أنت أمي دوجة. الأشهر بتاع العام الكل وتوالمك. يعيش وبني بني. أيا فوشيكا. كيف كيف؟ قولي ش عملت في الخدمة؟ شيء بالرغم اللي اليوم قمت بكري بالقدارة درت ما ثماش حاجة اللي تساعد. بون ايا تحبش نكلم عليك حبيبي؟ عندي برشا دي زامي اللي عندهم دي زوتيل دي ريستوران بارتو. يا ماما يا اخي لازم تسألوا كلمهم في اقرب وقت. فوشيكا مسيك نرى قريب يترشق من القلق والبتالة. ملا لدوجة إن شاء الله ليلة بحذينا. كي نكتب ربي أختي فضيلة. وانت شبيك قعدت؟ هيا عاد الثوم مازال ما تقشرش راهو يلا. بربي أمي يا أمي دقيقة وني راجعة بربي. يا أخي أنت قاعدة في الكوجينة بطابليت المكتبة. كي ما يسالش ماما ما عادش باش نلبسها. ملا جي دلا شونس السوار باش نتعشاو من يديا تماني. أنت ليه عاد مامي؟ مازلت ما تعلمش الطاطيب على قاعدة. أمي يا أمي قاعدة تعلم فيا في البأس. تقشير وقصة الخضرة. كيفاش نشعل الغاز؟ كيفاش نحل السبالة؟ كيفاش نسكر الفرجيدير؟ معناتها الكرفي. هيا ميمة الكوجينة تستنى فيك. أما خير ولا تطلع ما تعرفش تفقص عظمك هي. بسم الله العظيم يطيح قلبك كما طيحت لي قلبي. عجب شبيه البجي ما جاش؟ زعما صباح ما يقدرش؟ على شو ما يقدرش؟ ما يقدرش معناتها مريض. أما بالبلدي مصباح وكليوناتو ماشيين جايين يسألوا عليه. ما عويدوش يغيب صباح كامل. إن شاء الله المنع خير وكا هو. استنى تو نطلبوا على البورتابل. ألو شكون؟ سليمان؟ لا لاباس. نعم علاش ثم شنو واش ثم يا باجي تحيرنا عليك. صار باهي باهي راني جاي توا توا. زعما لاباس يا ذنوبي مادام سيدي خويا خرج هكا يجي لازم باجي صارت له حاجه. زعما شنو زعما انا متاكد 100%. اش تعمل؟ تطلب الباجي في دارو. علاش تطلب فيه في دارو؟ كلمة على البورتابل خير. مانيش حافظ نمرو بورتابلو. الو ذياب قولي بوك لاباس. سمعنا لي صارت له حاجة في الثنية. الو الو طيب تأكدت لي صارت له حاجة. مسكين باجي. ايش قالك ولده؟ ما قال لي شيء. ترجع بالبكاء وعلق علي. ينهر عليك يا باجي. يزي من البكاء يا مراه. ما بيا شيء. لا باس. نعم تكلم سي سليمان. عليه ايه هو بحذايا دي هذاك ولدك يهز وينفض. هيا عاد انا راني مش ناقصك. انا خلاقي في صباتي ونكبي بالنوم. باهي باهي توكي نروح نكملوا نحكيو. اوف الواحد مش ناقصه ويزيدوا عليه. تحكي لي يا باجي مولا باش شنو حكايه سليمان وما سليمان؟ يا واحد كلم ودي ذياب في الدار قال لي انا في الثنيه صارت لي حاجه. اوه
نعرف الحكايه هذه ما مصطها تلقاها واحد فاضي يشغل البليد حاب يرجع ولدك هذيك هي جوه ربي يقول لي الناس يطلع في الاشاعات بنا وجه يقابلوا الحقيقه تعرف قالك الاشاعات تقتل في عباد في العام اكثر من حوادث الطرقات قريتها في جريده اي اما بعد ما قريتها شلقت بها هي اشاعه شو هذا شو الكعه هذه ما تقوليش تمخر الخدمه على خاطر مريض احتلام مش شيء اللي كيفته البارحه بعد شقى الفطر تقول واحد معفس على صدري شبط بورتكار ايوا ما قولي راك عجعجت هالدار لا تكيفت القهوه اربع شيش واربع بكوات دخان الله 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 مش هنفع بالاتات سافا با دي تو دي تو مش نورمال بعد اللي شارب كيلو نيكوتين ورتال القدران ايه هذاك فهمتي بالغالط أنا تكيف الشيشة مع طرح رامي أما اللي دارين بيا كل يتكيفوا في الشيشة وباخهم في وجه بخلاف عادك الدخان يا سيدي فماش واحد في القهوة مش سيجار أيوة أي عيشة للصحيح قل لي صار حتى للسحور تضرب في البند في القهوة وذاك علاش جيت مخر الخدمة هاك طلعت ونزيدك زيادة ما تسحرتش أذن عليا أنا في القهوة أما شاب ربي مازلت كي كليت كاس كريمة وشربت كابوسا شو هو؟ إيه؟ أيوة مالا ذاك علاش جات فاشل تتسحر كابوسان وزيد جاي مخر الخدمة والكليونات بتاعك خرار مرار عليا في الكابيني يسلوا في عليك إيه ماني مبلي بالكارتة يا سليمان ماك تعرف هيلا كمل هكا كمل ضيع خدمتك هكا هتاو تعدي العيد على كيف كيفك على قاعدة إيه ما يعادات سيدي رمضان وأنا في النهار نبدأ صايم وعلى عصابي ما نجمش نخدم ليه علاش بتوليش تخدم بالليل وكاكا في الصباح يجي في عقلك كما انا عامل اسبوعي اما ما تنساش يا سيد باش تعلق ورقه فوق حانوتك باش الكليونات نتاعك ما يجيوش يصيبوا غشهم عندي انا في الكابيني ما نفروا في هذا المكان عزة نعم نانا بدي البرنامج واش بك طفيت التلفزه استنيت حتى قلقت ظهر لي فيه مش بيعديوه برنامجك اليوم امي علاش عيطت لي برا للصالة شوف تمش كليون اوه يا نانا مني قلت لك وسيد دالاندا باش كيجي حتى بعثهولنا طول للدار وانت تعامل عليها الكاتبة متاع سليمانة وكي تطلع متشمتة فينا الكليون اللي يمشي لها طرده صلي على النبي راك صايمة راهو انا حششت عطي ولا عالدخان عالكليونات انا عمري ما شفت وحدي حش على الفلوس راهو يعطيني ووو العبيد الكل تحش على الفلوس ومش كان في رمضان برك والله يكي ولا عقيلك راو شحشي بيجي انتي هوني اقري بيس شنو زادة حتى انتي وصلتك الإشاعة انا اشاعة انا تنشدي هوني اخرج بمجوع يا اخي وليت عندك كان اش بيك صبحت توكوك خليه يوكوك على الاقل احسن ماك السيد اللي عمل تليفون لمرتي ولدي دخل فيهم غوله وانا منين جاني النمرو دارك ودي شكون يحكي عليك انا نحكي على واحد مهبول كلم ودي ذياب قال لي نجرت لي حاجه والله لو كان شدوك السيد هذاك لما نصفر له بروح وسامي لك يا راجل فايده انت لاباس راه وسيدي رمضان راه شر التسامح والقلب الصافي ربي سامحني ربي سامحك وانت ما زلت تهلوس من حكاية الصباحة انا حكاية زاد موسي اسبوعي اصبح عازقو قال شنو على نيته والله والله بيجي على نيتي والله هو مش على حجرة خايف للنهار متاعو يطلع منقوب لا 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 كانوا على نيته ومسالش ينجم يكمل يسوق اما رد بالك من حاجة الاخرى راهي مش الماكله برك اللي تفطر راهو اي بيجي نعرف يقولوا الدخان الدواء والماء تعزلوا كل حاجه عندها دخل بالكرش صحيح وفما ما اكثر اخطر من الماكله عندنا مثلا الغشه تبلعيت تكركير في الخدمه الدعايات الكذب سيدي مثبت في الاخرانيه هذيا شو مثبت الكذب اخطر واحده فيهم ارجو
دعلوش عمرك ولا تحط له التابل. ولد البحر كسر له ثوم والكمون باش تنحي له الزفورية نتاعو. أما إذا طيبت كسكسي بالمناني كيما نعرفانا سقط فيك عباس فرجي باش تتمو. أما أنا أمي يامي يزيني اللي تعلمته اليوم ما تليش طمشت شيء. خلي الدرس الثاني الغدوة. هاكا قشرت لك البطاطا نتاع البريك وقصيت لك المعدنوس وسيل بصل. هكا في ساعة عبد يا نار على فخار البيتزا والشاورما. طابت وسكت ما تنساش اللي أنا صايمة. وعليش أنا فاطرة باش هربي فهمني. نهار اخر تعرس وتجيب اولاد بينا جهد باش تقاوم كوجيتك. اذا من العشيه تتعب شكون يطيب لك عشيه؟ احميتي ربي فضلي لي. تعرف يا طفله انت ما نعرفش في شكون تفكرني. واميني ما شيغي كنت بكي؟ ليه مامي مانيش نبكي كنت قص في البصل. لا لا قولي طردوك من الكوزينه ولا امك يامك في ساعه ما قلقت منك؟ لا ما طردتنيش انا تعبت ونحب نقير. اما اسمعوني قيموني جوست بعد الاذان. اي تهنى داكور. انا صراحه فضيت من القعد نمشي نعاون خالتي فضيله. والله قلت الحق. تعرف شي حشم المراتك اللي توحدها في الكوزينه واحنا قاعدين في الصالون سا سفي با. أي حتى انا جايه معاك نعاونها زيدا. ربي يفك عليك امي فضيله راهي ما تحبش كون يدخل لها الكوجينه. اي مي لا شي منين تامي بو موا دايوغ شعري مازال عملته بروشينغ اليوم ونخاف لي يفسد من البيخ. امي دوجه انا شعري باهي له البيخ ثمش ما يرتب شويه. يا تيك سكي لي مينيو سي لا. ربي يفك عليا من جاتو المينيو نهار كامل هو بارك لي في الدار لا يبلع. خطي فضيله أماني خليتك وحدك؟ أنا عمري ما نبدأ وحدي في كوجينتي. باهي تحبش نعاونك في حاجة؟ علاش لي؟ هيق تطويلي ورقات الملسوقة. يا خاتي فضيلة مانيش أماني أنا راني أنا كوجيري بوراق شنو هي ملسوق؟ قلتها بفمك بوراقك نحبك تطويهم لي مستويين لا يزيدوا شعر ولا ينقصوا شعر. يا خالتي فضيلة هديك ربي الدبلوم ما خديتوش هكاك مزية. راني عديت امتحانات وصنفت ماكلات ونزيدك أكثر من هذا الكل. أنا ناجح من العشرة الأولانيين. من العشرة الأولانيين؟ إيه. مالا أنت نابغة تاع كوجينة. يلزمني نكلفك بحاجة أصعب من هكا برشا. تطيب؟ زيد نقي لي شوية معدنوس للكفتاج. دادو دادو مش نسالك ما تقوليش عاود فطرت على نيتك المره هذه حتى الملايكه ما تصدقكش. ما البيجي طلع لاباس عليه وما صار له شيء في بالي. ماني بكري انا كي توجعنا ليه احنا الكل كلمت دارهم وتحط على ولده. يا اخي مش تعاود تحكي لي الحكايه تي ماني في علمي. ماني باش نفهمك على خاطر سيدي خويا قال الكذب يفطر تو انا نسمى فاطر. انت كي سالت على الباشي ماشي في بالك اللي صارت له حاجه دونك ما تتسماش كذبت على ولده. يا باهي نيتني وانا من قبيله قلبي وبخ فيا. تقصد ضميرك؟ لا 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 ضميري انا وياه بالقدر ما نحكيوش مع بعضنا. دادو دادو باش نسالك حاجه اخرى هذيا في ساعة خاطر قريب نروح. ما كملتلكش الحكاية أنا. ما ولده قال لأمه اللي بوه صارت له حاجة في الثنية. يا أخي طلبته ولا عاد سي باجي تغشش. يا أخي يا أخي كيف أنت قلت له اللي أنت غلطت وكلمت دارهم هنيو الناس الكل. ما تقوليش ما قلتلوش. قلتلوه. معنيها ما قلتلوش. ما نجمش نقول له خفت يقص عليا وسيدي خويا تو نسمى كذبت عليه. انت مش كذبت عليه برا انت دخلت فيه وفي عائلته غوله. شنو نسمى فاطر ما تنساش اللي كذبت عليه على نيتي راهو. حقك كما نعرفش كنت تحب اسال خوك. نعم نسال خويا علاش تحب ترسيني كيما كبيره تخليني ضحكه. اش عامل فيكم السي؟ انا سافا اما اسبوعي سافا با بالكل بالكل. ايش بيه زيدا؟ اسمع خرج اشاعه في البيجي دخل فيه في عائلته غوله وزيد كذب عليه من فوق.
يا فضيحتك. اسمع عندي ما تقوليش بلي دخل سيد رمضان وليت كيف لي شريره شويه. قولي زعما رمضانك وتشعل النار. امان وشكون اللي مسبح ويمرش في صاحبه؟ زعما فاطر زعما صايم؟ دلندا هو اذا كان كذب على الراجل يظهر لي تسمى فاطر والله اعلم. سن 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 مش الواحد كي يكذب على واحد اخر معناتها ما يقولوش الحقيقه صحيح ولا لا؟ صحيح. معناتها انا مش فاطر خاطر ما قلت شيء. اما انت خبيت الحقيقه على الباجي وهذا نوع جديد من الكذب. قلتلكش وليت شريره انت. بيه بيه المشكله مشكلتك دبر راسك بينك وبين اللي خلقك. دلندا قوم معاش علينا بكري. وين ماشيين؟ نعملوا دوره في الاسواق. وانا ماشي نشري الخبز. بيه خليته نجيب لك معايا الخبز من كوشه قبل شغال فترة. عليه ما صدقت ربي وخرجت من حسره الكوجينه. يقلك نشد الصف في الكوشه نتفرق. هاي ورد بالكم على روحكم. ها بيه على خير. عمل بيجي على خير. حتى تضحك تبعني. عمل بيجي يا اخي بالحق فما واحد طلع فيك اشاعه خايبه. شفت ما هو العباد اللي ما تسواش يدقهم ربي خلاو مرتي ودي يتبكاو. الواحد حتى في رمضان ما سلمش منهم. والله يا عمل بيجي انا مذهبية نعرف منين خرجت هالاشاعه. هذاك تلقاه واحد فاضي شغل يتبولد يعطيهم بلاده ان شاء الله. تعرف عمل بيجي هاللي خرج فيك الاشاعه هذايا هالعبد اللي ما يحشمش على روحه ينجم يكون من اقرب الناس ليك وعملها بالعاني. زعما اي اي بالمجد مادامو يعرف تليفون داري. اي وتلقاه زيدا بعد ما دخل غولة في مرتك وولدك خاف لا يقول لك. لو كان جاي شجاع راهو جاي طول وسط تعرف لك. يخافوا هالاشكال والفصايل هذوما هما يعرفوا الخوف. عامل بيجي زعما اللي يعملوا هكا يتسميوا فاطرينا. نهار اخر باش يتشنقوا من شوافر عينيهم ويتشواوا كيما السلاطه المشويه الموزوزه. حقا ما يلزمنيش ننسى الكبار للسلاطه المشويه. محي نحب الكبار في السلاطه المشويه. اي عزا ماش عليها بكرياك. عامل بيجي شهية طيبه انتوما بالنفذل. اسبوعي مولا باش يا باشي شو سمعني باشي تعرفني قديش نحبك يا باشي. باشي 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 سيبني برك نعرفك تحبني. نعرفك تحبني وش بيك شنو كله منك باشي. ماني انا كلمت ولدك ذياب وصلت عليك يا اخي ما فهمنيش بالغدا يا اخي. امان هو انت هو انت صاحب العمله صحيت يا سي شباب يعطيك الصحه يا سي اسبوعي. هذه عمله تعملها. سامحني يا باشي والله لا قصدت مانيش بنعاني باشي. ما تعرف في ساعه نبدا بصدك ساعات يا خويا كنت وضعت برشا. صافا سيدي ما صار شيء ما صار انا شو باشي سامحتني. وقت غاد وقت غاد سامحتك يا سيدي الدنيا واخر. يا باشي بيناتنا الحكايه ساعدتني برشا. اي باهي المراه تفجع عليا باش تعرف قيمتي. ها باش ما تبرجنيش كي تجي خارج تسهر في الليل. ايوه بصراحه والله غاضبني في الحكايه كل ولدك ذيب مسكين تفجع عليك راهو. لا حتى هو باهيت له يسمو خضات كيف هذيا فماش قلبه ما يكسيع في الكوره. راهو نوتو نوتو نتاعو قال لي ايش بيه ولدك ولا حاله واسع انت حتى قول ولا يترمي بيه. يا الله يا الله قل لي باش معناتها ما صارش هي نتسمى صحيح ملا. ذاك عند رب وما بيناتنا ما دام عقد النيه هذاك المفيد. باجي مالا باش تولي تحل في الليل نمشي نتفرج بعدك في المسلسلات. شنو يا سيد انا جاي نخدم على روحي مش جاي نتفرج في المسلسلات. هيا طب وتشبد من قدامي خليني ننسى العمل اللي عملته. هيا زينب هيا قوم عاد الاخر نحضروا الطاوله. امي فضيله نحطوا الطاوله. كيفاش قتلي؟ قتلك نحضروا الطاوله. لا امي ما خلي عليك بالك شي تكسر ظفرك ولا تهلك حجيمتك. لا ما يسالش والله ما يسال. ارتاح ارتاح.
لفضيلة تقوى هكا ترفعنا الطاولة؟ دي حتى كان ما رفعتناش هاتو متعشى أنا أسبوعي في استيديو. كيفاش يجي منه رمضان متسمي على اللمة؟ هاتو نزيدو نحلو الطاولة بالكداب قدرة ربي ترفعنا هو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اشني هالروايح البنينه يا عمي، الله مصلي على النبي. عاد الله خير خويا سليمان، راه عندك زوز معلميه في الكوجينه. ايوه وكذلك وكذلك. خالتي فضيله نطفي على الشربه. اطفي عليها ما تمسيش لك يا ها. استنى استنى، تعرف امي تعديت للسوق ونتيح لك بشويه نشو. شنو نشو؟ شنو نشو توا يا وليدي؟ زينب عايش كما قدها انت، شوف حطها في صحين واعمل عليها مشيه وجايه زيت زيتونه ونصيف رنديله ليمون وذر عليها شويه كبار. هذه هاي ولات نشوه اخدكو. مش لازم نعمل لك بسيسه بالثلج جميل. عليه بالعكس يا امي، ما هي نشوه مالحه ها، والبسيسه ضربه ضربه للعطش. هيا زينب اي عاد شمر على ذرعانك. كيفاش قلت لي تحبها؟ دي ما عملها كما مساسة تعملها أمي، باش تغلبك يا أخي. ليه ما تغلبنيش؟ أمانة باش نحط الطاولة. أمي فضيلة يعيشك، تعملوا شهوتو؟ نعمل شهوت ولدي، مالا شكون غيري يعملوا شهوتو؟ هيت بس هيت. حبيب، هي أنا معك أنا معك. أسمع، الليلة ما استنونيش في القهوة. يا كتبرك راه رابعه وكاهو. لا 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 والله لا هي المراه، والله والله تي خدمتي هملت والكليات ولات هاربه. يا لا غير باش تحب تعمل. انا ماشي الكوشه تحب يجيب الخبز. اي 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 عاد خميط عاد. اسمعني يا حبيبي اسمعني، تي اسمعني خلينا نحكي معاك. اش قوكم لو كان انتم تجيو بحذاي هكاك حاجه وحويج ما ندخل للجماعه. هاي ما نستناكم في الليل. هاي شاهيه طيبه سيدي. بني بني ياسر الطابور مين خليك بني؟ اسبوعي ايش تعمل؟ وانا يا باجي قول يا باجي زعما كي نفطر مرتين على نيتي فرد نار ما زلت تسمى صايم. تحب نقول لك اسبوعي الحكايه نتاعك هذه اول مره تصير من المسلمين بداوا يصوموا.